نجحت صواريخ المقاومة الشعبية في استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي غير الشرعية في حقل العمار النفطي بريف دير الزور بعدة صواريخ أشعلت النار في القاعدة. حقل النفط العمري هو من أهم الحقول، وهذا الحقل تم استهدافه لأكثر من مرة، لكن في الأمس كان هناك استهداف كبير لهذا الحقل، وكانت هناك إصابات مؤلمة. اضطر الجيش الأمريكي لأن يرسل طائرات، وتم هناك تحليق للطيران الحربي والمروحي في المنطقة، وهذا يدل على أن العملية كانت عملية مؤلمة جدا للقوات الأمريكية. لم تصرح القوات الأمريكية عن حجم الأضرار رغم كثافة تحليق مروحياتها فوق الحقل وحجم النيران الذي اعتبر تصعيدا نوعيا للاستهدافات التي عبرت عن تنامي الغضب الشعبي هناك وتطوره تنظيميا. هذه العملية تتنامى يعني يوما بعد يوم. هناك مجموعة من المقاومة التي تتكون عبر هذا النسيج العشائري، هذه المقاومة لا ترضى بالضيم الذي يقع على هذه المناطق، وهذه من حق هذه المقاومة الشعبية أن تدافع عن أرضها، وهي صاحبة عقيدة ومن حقها أن تدافع بكل الطرق. فيما وجد مواطنون سوريون في الشرق السوري في هذا التطور تعبيرا عن إصرار الأهالي على إخراج المحتل الذي يسرق نفط السوريين وقمحهم وأمنهم. هذا دلالة على الاحتقان اللي موجود لدى شعبنا وناسنا، أن نتيجة الضغط اللي موجود والممارسات الغلط اللي تمارسها، الحقول الزراعية ماتت واتلفت نتيجة عدم وجود المحروقات اللي موجودة، مسألة الخبز والقضايا والمياه والحصار اللي موجود علينا احنا ادى الى مشاكل عديدة. هذا الاحتقان عمل انفجار لدى الشعب ولدى الناس، ويتوقع ان يمتد هذا المد الى سائر المحافظات المستعمرة من قبل الامريكي. صار احتقان عند الشعب والشعب ما يقبلهم، وبدها تقوم المقاومات الشعبية، والدليل انه استهدفهم اكثر من منطقة لهم واكثر من تواجد لهم وقواعدهم، واحنا راح نستمرين، وان شاء الله المقاومه الشعبيه يشتد عودها وقوتها لطرد الامريكي من الارض الجمهوريه العربيه السوريه. هذا ويتابع السوريون كافه باهتمام تنامي حركه المقاومه الشعبيه بما يعيد لهم نفطهم واستقرارهم. استهداف صاروخي جديد ينجح بالوصول إلى قواعد المحتل الأمريكي شرق سوريا، وتحديدا في حقل العمر النفطي الذي اشتعل ليلة أمس نتيجة الضربات التي قال عنها مواطنون ووجهاء عشائر في سوريا نتيجة حتمية لممارسات المحتل الأمريكي والغضب الشعبي المتزايد. لقناة CGTN العربية، يعرب خير بيك، دمشق.